يمكن من يومين خرج التقرير النصف سنوي لقياس تجربة المريض بالتأمين الصحي الشامل والصادر عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، ويمكن دي طريقة جديدة مستحدثة في المنظومة الصحية لقياس رضاء المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، ويمكن ده حاجة من الحاجات اللي بتميز دلوقتي فكرة قياس الأثر. أعرف أنا عملت حاجة، أشوف المردود بتاعها على الناس إيه. التقييم، تقييم التجربة بالسلب أو بالإيجاب لتقديم مزيد التطوير. من الجهد ومزيد من التطوير في التجربة. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن نتاج هذا التقرير. معنا على التليفون الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية. صباح الخير عليك يا دكتور، أهلا وسهلا. صباح الخير أستاذة منى وأستاذ أحمد، أهلا وسهلا بيك، يوم سعيد وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف. أهلا وسهلا فيك. وحضرتك بصحة وسلامة. يعني كلمنا على التقرير النصف سنوي اللي صدر من الهيئة، من الإدارة المركزية عفوا، للرقابة الصحية بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية. طيب، يعني عشان أتطرق إلى هذا التقرير خليني أوضح لحضراتكم وللسادة المشاهدين إن إحنا هنتفق على إن المرض من أصعب التجارب اللي ممكن يمر بيها الإنسان. صحيح. دايما بتلاقي المواطن المصري البسيط يقول لك أنا عايز الستر والصحة، وده لأن المرض مرتبط دايما بذكريات من الألم ورحلة ممكن تطول أو تقصر في العلاج والأدوية. صحيح. لحد ما يرجع المريض لحالته الطبيعية مرة تانية. وتجربة المريض اللي هي بتقاس من خلال هذا التقرير خلال رحلة العلاج ببساطة هي اللي كل اللي بيمر به المريض أو أسرته، يعني اللي بيسمعه واللي بيشوفه واللي بيشعر بيه ويتأثر بيه أثناء حصوله على الرعاية الصحية. نعم. هي مجموعة من التفاعلات والتعاملات اللي بتحصل خلال رحلة العلاج كلها بين المريض وبين النظام الصحي كله، وعلى رأسه طبعا اللي بيقدم له الخدمة الطبية. وهنا بيجي دورنا ودور جميع المسؤولين عن جودة وسلامة الخدمة الصحية، وهي اننا بنبذل اقصى جهد ممكن علشان تبقى هذه التجربة، يعني اللي هي تجربة المريض اثناء رحلة العلاج، بتحقق راحته وسلامته واحترامه وبتستجيب لرغباته وتفضيلاته، وبتقدم كمان الدعم النفسي ليه، وبتسهل حصوله على الخدمة وتلبي احتياجه طبعا للإحساس بالأمان أثناء إقامته داخل المستشفيات أو وحدات الرعاية الأولية في المستشفيات وغيرها. طيب، في بعض الأحيان يعني أقصى جهد ممكن بيكون كافي، وبعض الأحيان أقصى جهد ممكن بيكون محتاج لتطوير والمزيد من الجهد. أبرز التعليقات اللي جت أثناء الاستطلاع كان إيه؟ تمام. يعني هو إحنا يعني عايز أقول لحضرتك إن في هنا مفهوم مهم جدا اسمه الرعاية المتمحورة أو المتمركزة حول المريض. ايه الفرق؟ في فرق كبير قوي يا فندم بين ان انا بركز على المرض، يعني انا كمقدم خدمه كدكتور او هيئه تمريض او صيادله او اطباء اسنان ابقى مركز بس على المرض، لكن الحقيقه المريض اللي بيبقى داخل المستشفى ده انسان احتياجاته طبعا. مش بس مرضه، احتياجاته ان هو انسان عايز يبقى مستريح في نومه، بيستمع لرايه، بتطرح قدامه مشكلته، مشكلة المرض كلها، بيتشارك مع الدكتور بتاعه في رسم خطة علاجه. الحاجات دي اسمها رعاية متمركزة حول المريض وليس حول المرض. واحنا في هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بنطلب من جميع المنشآت انها تقدم هذا النوع من الرعاية، لانها مش بس بتنعكس على سعادة المريض ورضاه عن الخدمة، ولكن هي مرتبطة بسلامته وسرعة شفائه. يعني منظمة الصحة العالمية أثبتت بما لا يدع مجال للشك إن إشراك المريض في وضع خطة علاجه بعد طبعا ما تطرح قدامه كل البدائل وتشرح له ويبان قدام المريض إذا كان هيتعالج بجراحة ولا هيتعالج بدواء ولا هيتعالج مجرد بعلاج تحفظي، والنتائج بتاع كل بديل من هذه البدائل، والمريض هو اللي يختار ويقدم الموافقة على ذلك. دا
ده بيقلل جدا من نسبة الأخطاء الطبية. صحيح. وبيساعد جدا في زيادة رضا المريض عن تجربته أثناء إقامته في المستشفى وعن تلقيه الخدمة الطبية. إذا كنت حضرتك بتسأليني إحنا وصلنا لإيه؟ إحنا عملنا يعني فوق 62,000 استطلاع رأي. نعم. من خلال 168 زيارة رقابية خلال بس 6 شهور. كان أبرز التعليقات فيها الصحية. إيه؟ احنا بنركز هي ابرز الحاجات ان في نسبه رضا اعلى بعد تطبيق منظومه التامين الصحي الشامل. نعم. وان دايما المريض بينشد دكتور بس عشان نذكر الساده المشاهدين ان ده او قياس الاثر ده على منظومه التامين الصحي الشامل اللي مطبقه في عدد من المحافظات. مظبوط يا فندم. نعم. هذا النظام اللي هو نظام التامين الصحي الشامل هو النظام الذي تبنته الدوله وبيحظى باهتمام ومتابعة مستمرة من سيادة الرئيس شخصيا ومن القيادة السياسية ومن الحكومة المصرية. لا. علشان نرتقي بالخدمة الطبية لكل المواطنين. هذا النظام طبق حتى الآن في 6 محافظات وبنستعد لمحافظات أخرى ستنضم قريبا جدا للمنظومة إن شاء الله. علشان بحلول إن شاء الله 2030 يبقى هذا النظام مطبق في كل مصر. نظام بيعتمد على ان المواطن المصري لما يصاب بالمرض بيتوجه الى وحدة رعاية اولية اللي بتغطي حوالي 70% من الخدمات الصحية. ثم اذا احتاج المواطن بعد الكشف عليه في وحدة رعاية الاولية الى التحويل الى مستشفى اكبر برعاية اكبر بتخصصات ادق بيحال الى المستشفى، وده لا تتعدى هذه النسبة اكتر من 30% اللي هي الرعاية الثانوية والثلاثية من الدرجة. وكل ده بيقدم بالمجان للمواطن المصري في مستشفيات الخاضعه للتامين الصحي الشامل تحديدا اللي انطلق في بورسعيد كمحافظه اوليه ثم طبق في عدد من المحافظات يعني في مدن القناه الاخرى تحديدا. والهدف الرئيسي والاول لهذا النظام التاميني الشامل هو الاهتمام بصحة المواطن المصري ورعاية المواطن المصري. بنشكر حضرتك الدكتور أحمد طاهر رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، شكرا لوجودك معنا في صباح الخير يا مصر.